يا مساء الفل، تحياتي ليكم من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب تكونوا دايما في احسن حال. الناس الجميلة اللي اول مرة تشوف فيديوهاتنا النهاردة، يا ريت تدعمونا بلايك وتعملوا اشتراك وما تنسوش تفعلوا الجرس يا حلوين. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل فتة الكوارع وشوربة الكوارع. قبل كده عملت لك فيديو عن ازاي تنضفي الكوارع ولحمة الراس كويس وحلويات المذبح كلها، هسيب لك اللينك في صندوق الوصف عشان ما تحتاريش. عشان نعمل شوربة الكوارع اللي هنعمل بيها الفتة لازم نعمل شوربة متينة. ازاي بقى؟ هنجيب معلقة سمنة كده حلوة، وهنضيف عليها 4 فصوص ثوم مفرومين، وهنشوحهم كويس، وهندعم الطعم طبعا برشة ملح وفلفل اسود، وهنقلب كويس. ولما الثوم ياخد معانا اللون الخفيف اللي هو الذهب الخفيف ده، هننزل بالكوارع اللي احنا منضفينها ونقعينها قبليها بنص ساعة في مية وملح علشان ندعم طعمها. دي طريقة المصمط الصحيحة للكوارع ولحمة الراس. مش عايزة اقول لكم بقى فايدة الكوارع، انا قلت لكم قبل كده ان هي مصدر من مصادر الكولاجين الطبيعي زي ما بيقولولنا اخصائيين التغذية، يعني مهمة جدا ومفيدة لجمال البشرة وجمال الشعر وللشباب دايما. لو اي حد عايز يحافظ على نفسه كده شباب على طول لازم ياكل شوربة كوارع، واللي ما بيحبش الكوارع هيحبها بالطريقة دي النهاردة. النهاردة مش هخلي اي حد ما يحبش الكوارع، كله هيحب الكوارع ولحمة الراس. زي ما انت شايفة كده لازم اديها لون من كل الاتجاهات عشان تعمل معايا بقى المرق الجميل الحلو. كده اخدت لون معايا حلو جدا، وتشوحت بقى في الثوم والسمنه والملح والفلفل. زي ما انت شايفه قدامي كده هننزل عليها بقى بالميه السخنه، ميه مغليه. هنغطي كل الكوارع وكل لحمه الراس في الحله بالميه، وهنضيف بقى ايه، مستكة، حبهان، ورق لورا، وما ننساش القرنفل، طماطماية وبصلاية بقى عشان يعززوا معاك الطعم والريحة والجمال كله، شوية شطة، توم باودر، ملح، ملح خشن، وبنضيف كمان شوية فلفل اسود. بنقلب كويس جدا علشان الشوربة تاخد معاكي من مذاق كل التوابل وكل الحاجات اللي انت حطيتيها. هي دي الطريقة الحلوة اللي هتطلع معاكي شوربة ريحتها جميلة وشكلها شهي جدا كأنك بتاكليها في المصمت بالظبط. طبعا الكوارع عشان احنا غسلينها ونقعينها كويس هتلاقي الشوربة معاكي رايقة وجميلة، يعني مش هتحتاج انك تعملي اي حاجة، احنا غسلينها كويس بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ نبتدي نعمل الفتة. اول حاجه في الفته هنجيب معلقه سمنه هنشوح فيها الرز، الرز الابيض بتاعنا الجميل المصري، هنكون طبعا غسلينه كويس بس ما نخليهوش يتساب كتير في الميه، ومجرد ما يطلع من الميه هننزله على طول في السمنه عشان ما يتغيرش معاكي. شايفه الشوربه جميله ورايقه وحلوه وريحتها جميله جدا علشان فيها مستكه وحبهان ورق لورا وقرنفل. القرنفل مهم جدا في شوربه الكوارع. هتشوحي الرز زي ما انت شايفه كده لحد ما ياخد معاكي اللون الخفيف، مش عايزينه يتحمر قوي. رز الفته بيكون ابيض زي كده ما بيكونش متحمر جامد. هنسقيه بايه؟ هنسقيه من الشوربه بتاعه الكوارع. هتاكلي احلى رز مفلفل اكلتيه، لان الشوربه دي مليانه بقى نكهات جميله وحلوه. هنغطي الرز كده بالشوربة كمية يعني فوق الرز بحوالي نص سنتي، وهنضيف شوية ملح وفلفل خفيف قوي كده عشان احنا مظبطين الشوربة، وهنسيب الرز لحد ايه ما يستوي. شايفة معاك الكوارع جميلة. على فكرة الدهون اللي على الوش دي هي بقى الكولاجين اللي انا بقول لكم عليه. هنيجي بقى نعمل العيش بتاع الفتة. بصي بقى، لو عندك العيش المصري ممكن تعملي بيه عيش الفتة، لو ما عندكيش ممكن تعملي الرقاق اللي انا عملته لك قبل كده وتنشفيه وتعملي بيه عيش الفته. هسيب لك اللينك بتاع الرقاق في صندوق الوصف عشان الناس اللي عايزه تعرف الرقاق بتاع الفته بيتعمل ازاي.
هتجيب العيش زي ما انت شايفة كده وتقطعيه بالمقص. طبعا لازم يكون عندك مقص للأكل في المطبخ بعيد عن أي استخدامات تانية، المقص ده مخصوص بس للأكل بتاع المطبخ. وانا كمان عاملة المقص ده للعيش والفطير بس، يعني حتى اللحوم وكده ليها مقص تاني، عشان طبعا ده بينقل البكتيريا. لازم الأكل بتاعنا يبقى نظيف وجميل. كده الكوارع استوت وبقت جميلة جدا. هنيجي بصوا، شايفين كمان الرز ريحته جميلة جميلة ومفلفل ومفيش حاجة شابكة في التانية خالص. هنيجي نعمل بقى الصوص بتاع الفتة، الصوص بقى اللي بالخل والثوم، حاجة مش عايزة اقولك، حاجة وهم. هتضيفي بقى 3 فصوص ثوم مفرومين في معلقة سمنة خفيفة. الناس كمان ما بتحبش تحمر بسمنة، ممكن بزيت ذرة الناس اللي بتحب تعمل دايت. نخفف بقى الأكلة شوية يعني عشان ما تتخنهمش. شوية بقى رشة ملح وفلفل وتقلبي كويس. أول ما يبتدي معاك اللون كده يبقى ذهبي وجميل لون الثوم ويتحمص كويس، هتعملي ايه بقى؟ هتطفي الخلطة دي بالخل. هنا بقى السر، ما نضيفش الطماطم الاول، لا نضيف الخل الاول، نص كوباية خل كده مركزة، هي اللي هتدي معاكي طعم ونكهة الفتة بتاعت المصمت. شايفة؟ هتبقى ريحة جميلة جدا معاكي. هتسيبيها كده 2 دقيقة تغلى علشان تاخد ايه الطعم كويس معاكي. هناخد كمية كده قبل ما نضيف صلصة الطماطم، حوالي 2 معلقة من الملح، من الثوم اللي مطفي بالخل ده، عشان هقولكم هنعمل فيه ايه. وبعد كده هنضيف 2 كوباية عصير طماطم، ضاربينهم كويس جدا في الخلاط، وياريت العصير يكون سميك معاكي شوية، تقيل يعني، علشان خاطر يعملك احلى صوص فتة. وطبعا بنضيف الثوم البودر والبصل البودر، وبنضيف الملح والفلفل. وصفة الثوم البودر هسيبها لك كمان في صندوق الوصف، عشان ما تشتريش اي حاجة من بره، انا عايزاكي تعملي كل حاجة جوه البيت. شايفة؟ الصوص بقى معاكي تقيل وجميل ولونه روعة. هنحط كده الصوص كده في طاجن علشان ايه لما نبدأ نجهز طبق الفتة. في نفس الطاسة اللي انت حمرتي فيها هتاخدي العيش، في نفس الطاسة بنفس بواقي الصلصة، ما تغسليش الطاسة، هتقلبي فيها العيش كويس جدا. وبعد كده هتعملي ايه؟ هتنزلي بنقطة زيت خفيفة جدا، لان الطاسة تيفال والعيش هيتحمر فيها من غير زيت. يعني لو مش عايزة تضيفي زيت اوكي، الناس اللي بتعمل دايت ممكن تستغنى عن الخطوة دي وتحمص العيش يا جماعة جوه الفرن. دي طريقة ودي طريقة، اللي بيعمل دايت يحمصه جوه الفرن، اللي ما بيعملش دايت وعايز ياكل الاكلة على اصولها يعملها بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. شايفة العيش جميل وتحمص معاكي، وهياخد من نفس الطاسة، يعني الطاسة كان فيها ثوم وكان فيها طماطم وكان فيها خل، فهتلاقي العيش اتشبع معاكي بالطعم الجميل ده. ولا اروع من كده، فتت مصمت فتت مصمت، يعني مش اي كلام. شايفين؟ هوريكم بقى السوى اللي انا عايزاه للكوارع، مش اي سوى. لما اجي امسك الكوارع كده شايفة العظم فك منها، انا عايزة الكوارع تتهري زي كده، تستوي كويس جدا علشان احس طعمها كده عامل زي الملبن، جميل وحلو، وتبقى طرية زي ما انت شايفة. الشوربة بقى دي بقت شوربة مركزة، مش عايزة اقولك الشوربة دي يعني خطيرة خطيرة خطيرة، طعمها روعة وريحتها جميلة، ومش عايزة اقولك على فوائدها. هنيجي بقى نجهز طبق الفتة. اول حاجة هي دي الطريقة اللي انا بقولك عليها، الناس عامة بتحط الكوارع كده في الفتة، لا احنا هنعمل حاجة تغيير بسيط كده، عشان حتى اللي مش بيحب الكوارع هيحب الكوارع بالطريقة دي. هنمسكها بقى ونقطعها زي ما انت شايفة كده لقطع صغيرة، وزي ما انت شايفة بتتقطع معايا بكل سهولة. ليه؟ لانها واخدة وقتها كويس في السوى، وكمان انا ضايفة لها معلقة سكر علشان تساعد في السوى بتاعها. شايفة التقطيعة سهلة جدا، كأنك بتقطعي ملبن بالظبط.
كده قطعناها. بصي كمان من كتر السوا بتاعها النخاع اتفضى في الشوربة كده، الشوربة بقت شوربة دسمة وجميلة جدا ومفيدة جدا جدا، لان نخاع اللحمة ده زي ما انتوا عارفين مليان بالفوائد الحلوة، وكمان بالنسبة كمان للاطفال يعني النخاع ده مهم جدا، والنخاع برضو مهم للشعر ومهم للبشرة، يعني مش عايزة اقولك على فوائده. بنضيف بقى دلوقتي الطاجن زي ما انت شايفة، كل الكوارع وكل لحمة الراس اللي انا قطعتها هعمل فيها كده تكة بسيطة. فاكرين التوم اللي انا اخدته من الدقة، همسكه هقلبه كله مع المعلقتين صلصة جوه الكوارع. طب ايه فايدة الحركة دي؟ بصوا بقى، الحركة دي بتخلي الكوارع تاخد طعم جميل جدا غير الطعم اللي احنا متعودين عليه، وفي نفس الوقت لما هتدخل الفرن الصلصة مع التوم هيديها بقى ريحة جميلة جدا. انا بحطهم في الفرن كده 5 دقايق مش كتير يعني، بصي هياخدوا معاك اللون ده، هيتشمعوا زي كده، هيبقى ليهم تشميعة كده كأنهم لحمة متحمرة. بس زي ما قلت لكم انا هعملها لكم بطريقة اخف كتير من ان انا نحمرها في الفرن، علشان في ناس كتير بتحب تحافظ على وزنها وما بتحبش تتخن، وفي نفس الوقت بتحب تاكل الاكل الجميل ده. فاحنا هنحقق المعادلة الصعبة زي ما قلت لك. العيش اول حاجة بنرصها في الطبق. دلوقتي هنجهز معاكي طبق الفته. شايفه العيش متحمص وجميل جدا، كل ما العيش يبقى متحمص كل ما يشرب معاكي الشوربه كويس جدا. الرز بقى متفلفل وابيض وجميل وريحته مش عايزه اقولك. ترشي بقى شويه دقه فوقهم، وبعد كده شويه شوربه على العيش علشان يلين معاكي ويبقى حلو، مش هيعجن معاكي لانه متحمص كويس جدا. هنرص بقى الكوارع، وبعد كده هنديها رق عيش تاني على رق رز زي ما انت شايفه كده، ورشه شوربه، يعني بصراحه حاجه تفتح النفس. مش عايزه بقى غير ايه، نقعد كده نتلم ونخلص بقى على الطاجن ده. شايفه حاجه روعه روعه روعه. وفي الاخر بقى تزينيهم بايه، بطبقة رز حلو. مش عايزة اقولك طبق الفتة ده هيبقى مختلف كمان عن فتة اللحمة اللي احنا بنعملها، فتة جميلة وكتبت لكم عليها اسمي، اهداء مني ليكم يا رب دايما بألف هنا وشفا. شايفة اهم حاجة تزيين الطبق. انا بالنسبة لي اهم حاجة يا جماعة انك تقدم الاكل بطريقة جميلة، يعني تعجب الناس وفي نفس الوقت يحبوها. هوريكي دلوقتي شوربة الكوارع، بصي ولا أروع من كده، شوربة جميلة جدا وحلوة حلوة بصراحة، مش هتبطلي تاكليها، وكل اللي أخد فكرة وحشة عن الكوارع هينساها خالص من هنا ورايح، هيحب الكوارع وهيجيبها دايما في البيت. أنا عملت لكم كمان بالشوربة دي طاجن ملوخية أخضر، ولو أنتوا عايزين طريقة الملوخية موجودة عندكم في الصفحة، برضو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. شايفة الشوربة حتى تحسيها كده كريمي وجميلة جدا جدا. بصراحة حاجة روعة وحاجة جميلة، كأنك بتاكلي في مصمت، وكمان أكل صحي وجميل أنت عاملاه في البيت مش بتاكليه برا، وفي نفس الوقت مضمون ونضيف، يعني أنت كده حققتي كل المعادلات الصعبة، وكمان بطريقة سهلة. ولو ما حد ما بيحبش الكوارع هيحبها، لان احنا غيرنا شوية في طريقة تقديمها وفي طريقة شكلها. زي ما انت شايفة كده الملوخية طالعة معاكي خضرة وجميلة وحلوة قوي، بصراحة طاجن ولا اروع من كده. شوربة الكوارع مع فتة الكوارع مع الملوخية، اكلة متينة كده. خلاص خلصت وصفتنا. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة، وياريت توصلي الوصفة لأعلى عدد لايكات، عايزة لايكات كتير قوي، وياريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات من قناتي. شكرا ليكي وبألف هنا وشفا.